احتفال وندوة ثقافية أو مؤتمر ثقافي حول تحرير وتعمير سيناء. الهدف منها إحنا كمنظمة العالمية للكتاب والإعلاميين يهمنا إن إحنا يعني نضاعف وعي الشعب المصري بقطعة من أهم يعني أرض مصر، اللي هي يعني تستطيع إنها زي ما قالوا المتحدثين إنها يعني عملية تنمية سيناء. أولا إلقاء الضوء على اللي عملته القوات المسلحة وعملته مصر عشان تحرير سيناء. من 30 سنة سيناء ما كانتش كده. من 30 سنة ده بنيجي نقول يعني من الثمانينات اللي هي في أعقاب اتفاقية السلام، سيناء كانت ما زالت مسرح للعمليات العسكرية، ما كانش فيها أي شكل من أشكال التعمير. وبالتالي سيناء لكي تتحول بقى من أرض للعمليات العسكرية إلى أرض جديدة للتنمية كمستقبل واعد لمصر، كان لابد من أنها تتم على عدة مراحل. المرحلة الأولى وهي عملية إيجاد بنية أساسية وخدمات على أرض سيناء، ثم المرحلة الثانية إقامة المشروعات على أرض سيناء. بدأ التساؤل بتاع حضرتك، ان انا اتفق معاك ان المرحلة الاولى اللي هي فيها البنية الاساسية والخدمات اتبذل فيها مجهود، بدليل ان النهاردة لما اشوف اطوال الطرق اللي موجودة على ارض سيناء في كم الف كيلو، حوالي 7000-8000 كيلو متر طرق، في كهرباء بتصل الى كل مناطق سيناء تقريبا حوالي 95%، في المياه وصلت الى معظم المناطق، في الاسكان المشرف لاي انسان بيعيش على ارض سيناء، في النهارده اكثر من 500 مدرسه موجوده، في عشرات المستشفيات اللي موجوده على ارض سيناء والوحدات الصحيه، في النهارده الخدمات الاجتماعيه والثقافيه وخلافه. اذا الجزء الاول واللي كان ده مسؤوليه الحكومه في المشروع القومي لتنمية سيناء اللي هو يمثل حوالي 30% من المشروع ككل، قامت بيه الحكومة بجهد طيب الحقيقة، ما تندي لها حقها يعني اللي تنفذ منه حوالي 70-80%.